بدائية مع نظام. بصراحة أنا بصراحة برضو عاوز أقولها إنه الحكومة الحالية الانتقالية دي تعاملت معاهم بصراحة بمنتهى الإنسانية، بمنتهى العدالة، بحاجة هم ما بيستحقوها أصلا ولا بيفهموها ولا بيعرفوها. لو كان العكس، لو كان هم اللي عاملين الثورة دي وهم اللي استلموا السلطة في الوقت ده، كان أعدموا أي واحد من السلطة السابقة أو أي واحد وقف ضدهم أو عارضهم. عماد ده اكتبوا له الصوت ما في يا جماعة، لو الصوت ما في اكتبوا له في تحتان اللايف. ف اللي كانوا بيعملوا فيه ده كله لحد هنا ولسه الناس كانت ماسكة أعصابها منهم ولسه الناس كانت بتتكلم، لكن بدوا في ولايات أخرى طرفية بأعمال تخريبية، أعمال إحراق وسلبي ونهب وتحريض وفساد في الأرض، كتروها وزودوها عن حدها. الحصل شنو في الوقت ده؟ حصلت مصادمات زي ما شفنا مع لجنة إزالة التمكين، مش فقط من المنظومة السابقة فقط اللي احنا عارفينها، بل من الشركاء الحاليين الموجودين في السلطة. وتعرض فرد من أفراد لجنة إزالة التمكين للاستدعاء من قبل النائب العام، والمعركة اختلفت وأخذت منحى آخر. طبعا الحاجة اللي الناس كلها ما خدت لنا في بال إنه السودان البحثة الأممية تحت الفصل السادس اوريدي وصلوا الخرطوم برئيس، ورئيس انتهى من الحجر الصحي بتاعه وبدوا العمل بتاعه، وفي مطالبات من البحثة الأممية نفسها ومن الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه هي عندها قانون زي ما تكلمنا عنه قبل كده دعم الانتقال الديمقراطي في السودان، أجازوه من البرلمان وتمت المصادقة عليه من قبل الرئيس السابق ترامب. طيب الحصل انه الحراك بتاعه الاخير ده والتقاعس الامني الواضح، طبعا دي كلها على تقارير، ونحن ممكن كان في حاجه يعني ما تكلمنا عنها قبل كده انه في لجنه بتاعت مراقبه موجوده وتم التمديد لها لفتره اخرى. اللجنه بتاعت المراقبه دي بتراقب الجهات اللي بتعيق عمليه التحول الديمقراطي في السودان، حتى من الشركاء نفسهم الموجودين، لو في اي جهه بتعيق موضوع التحول الديمقراطي في السودان فهم بيرفعوا التقارير دي، عشان زي ما قلنا لما قرينا وشرحنا قبل كده قانون التحول الديمقراطي، قلنا فيه بتكون ما يعرف بالعقوبات الذكية اللي بتقع على الفرد نفسه أو على المنظمة ككل اللي هو بينتمي لها. طيب الكلام ده كله في الأسبوع الماضي والقبله بقى واضح إنه في تقاعس، إنه في تحريض من حتى شركاء في السلطة ومن المنظومة السابقة ككل، أدت لانفلاتات أمنية كبيرة في السودان وتصريحات غير مسؤولة من قيادات المنظومة السابقة اللي هي عليهم أكثر من 100 بلاغ. في نقطة لازم نقولها هنا قبل ما نمشي لقدام، اللي بيحصل حاليا لهم ده ما اعتقال، الناس اللي بيقولوا ده اعتقال، اللي بيحصل ده ما اعتقال. اعتقال لما نقول اعتقال عشان حيطلع لنا بكره وبعد بكره يكتبوا لك الحريه لحسين خوجلي، الحريه لامين حسن عمر، الحريه لاسحاق غزاله، هو ما اعتقال، هي اوامر قبض نتيجه بلاغات في قضايا فساد من قبل لجنه ازاله التمكين، اكثر من 100 بلاغ مفتوح، وكان في تباطؤ من النائب العام في اصدار اوامر القبض للناس ديلا. كل واحد فيهم عليه امر قبض وعليه مساءلات في امور تتعلق بالفساد المالي والفساد الاداري، لانه ما ممكن ديل يكونوا قاعدين واحنا عارفين فساد وما في انسان يلقي القبض عليهم. والناس اللي كانت بتلوم لجنه ازاله التمكين بيقولوا انتوا القروش اللي بترجعوها من الناس ديل، الناس ما بتحاسبوا ليه؟ الناس ما بتحاسبوا يا جماعه، لانه في تقاعس في استخراج اوامر القبض. يبدو انه المعادله تغيرت بسرعه واللعبه تغيرت بسرعه، واصبح في تعليمات قوية جدا في انه يتم محاسبة كل من افسد في خلال الثلاثين عام السابقة، لو كان كوز او حتى ما كان كوز متنفع فقط مع الكيزان، ديل كلهم لما جاء لجنة ازالة التمكين تكتشف الفساد وتكتشف الخراب اللي هم حققوه في الفترة الماضية او قاموا به في الفترة الماضية، فاكيد بتصدر في حقهم مع 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 الاسترداد للاموال ومع الاسترداد للاصول بيصدر اوامر قبض، لانه انسان فاسد، فما ممكن تحشيل الاموال بس والاصول وحتخليه تقول له امشي، لابد ان يتحاسب. فده شيء منطقي، احنا كنا بنستغرب ليه الحاجات دي متاخره. فمن جمله 100 بلاغ كان طلع في الاول فقط 4 اوامر قبض بس من قبل النائب العام. وبالمناسبة موضوع النائب العام ده أنا قدر ما حاولت أتخطاه في حياتي،
أو أعتقد إنه في سوء فهم معين يمكن يكون حاصل. في الآخر دائما بتضح لنا إنه في تقاعس من جانبه، في تقاعس في القضايا اللي بتهم الوطن وإحلال العدالة على كل المظلومين الذين ظلموا خلال 30 عاما الماضية وضد من ارتكبوا هذه الجرائم. وأي قرار بتاع اعتقال لشخص حالي من الناس المناضلين، من الناس اللي كانوا ساهموا في الثورة، أمر القبض بتاعه سهل جدا بيطلع. فطيب نواصل في حديثنا بس بسرعة، معلش أنا ما حطول لكم في الكلام. طيب التصريحات قلنا الغير مسؤولة ليهم والتصرفات الغير مسؤولة ليهم، وبقت فيها خراب وحريق وسلبي ونحبي وتحريض، ودي كلها طبعا تم اكتشافها، وفي ناس اتقبضوا والتحقيق ما زال جاري معاهم، وفي ناس احترفوا بأنه دفعت لهم أموال، ناس ما كيزان بصراحة، واحدين فيهم دفعت لهم أموال. أصلا إحنا ما في السودان ما بنحترف دائما ببعض الأشياء الشنيعة اللي عندنا أو بعض العادات الموجودة عندنا، سواء في مناطق معينة في السودان، سواء فينا كلنا كسودانيين. ففي ناس ممكن تشتريهم بالمال تدفع عليهم عشان يخربوا ويعملوا معاك، وفي ناس تم إغراءهم، وفي ناس تم تحريضهم، وفي ناس كيزان عديل من اللي هم عددهم قليل دائما الكيزان، لكن بيعرفوا كيف أو من أين تؤكل الكتف، عارفين نقاط الضعف الموجودة في الشعب السوداني الحكموت 30 سنة ده، فبيقدروا يتلاعبوا بمشاعره سواء عن طريق موضوع الدين زي ما قلنا قبل كده أو عن طريق موضوع القبيلة. فصدرت أوامر القبض دي، وبدأ إلقاء القبض على أعداد كبيرة جدا من منسوبين النظام السابق البائد، لأنه يا جماعة زي ما قاعدين نقول دائما أي إنسان ما بيتم محاسبته وبيحس إنه كأنه في خلل كبير جدا وإنه الناس ما قادرة تحاسبه فبيتمادى. وفي مثل اكتبوا لي أنا نسيته بالمناسبة اللي هو مثل كده بيقولوا السودانيين دائما أو بنقوله دائما، أنا بس نسيت المثل ده ما عارف كنت عاوز أضربه، لكن حاليا تم إلقاء القبض عليهم. وطبعا زي حسين خوجلي أول يومين قدام في السجن عمل فيها عيان وعاوز يموت ودوه مستشفى الشرطة وحيطلع منه يرجع السجن تاني، ده اللي بيقول لنا إحنا 98% وإنتوا 2%. وعاوز أصحح معلومة لبعض الناس اللي تدخلوا معي في صفحة التانية اللي بيقول لي لا هو قصده 98% ديل الناس اليمينيين في السودان، هو فاكرين انه الناس طلعوا واسقطوا النظام السابق ديل هم اليسار، يعني الشيوعيين والباحثيين واليسار في السودان، نحن كلنا طلعنا مع بعض شيوعيين باحثيين ناس عاديين مستقلين ناس يمينيين، كلنا طلعنا ضد الطغمة اللي كانت موجودة، لانه ديل ما بمثلوا اليمين اصلا ولا بمثلوا الاسلاميين بكلمة اسلاميين، ديل مجرد عصابة بتاعت متأسلمين تجار دين استباحوا البلاد والعباد وأكلوا حقوق البلد والمواطن وشردوا وقتلوا وسحلوا وعملوا كل شيء سيء العقل البشري ما بيقدر يتصوره. الجديد في الموضوع إنه كان في لجنة قبل كم يوم زارت السودان من قبل محكمة الجنايات الدولية، ويبدو إنه الموضوع أصبح جادي جدا في تسليم المخلوع والمطلوبين في قضايا جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في أقليم دارفور. وطبعا الموضوع ده يعني هو مفرح جدا، أنا واحد من الناس بصراحة كنت بتمنى إنه يكون عندنا قضاء عادل حاكم في السودان، دي كانت أمنيتي الشخصية، لأنه محاكمتهم في السودان هتؤدي في الآخر لإعدامات ليهم أو بتؤدي للآخر لقناعة شخصية مننا كلنا إنه العدالة ما زالت موجودة في السودان. لكن تسليمه لمحكمة الجنايات الدولية طبعا عندها معنى مغزى معنوي لأصحاب الوجع الحقيقيين اللي اتكووا بنار العذاب والهوام بتاع النازل عليهم، وليها معنى معنوي لمن موجودين حاليا في السلطة ولمن سيأتون بعدهم، إنه ما في إنسان تاني حيفكر في السودان إنه يمارس أي نوع من الدكتاتورية أو الجرائم أيا كان نوعها، جرائم ضد الإنسانية، جرائم إبادة جماعية في السودان وفي دول أخرى شبيهة بالسودان. فتسليمه لمحكمة الجنايات الدولية أنا أعتقد إنه معنوي، يعني هم في المحكمة هناك طبعا المعاملة حلوة والوطاة مريحة معاهم، ومحكمة الجنايات الدولية طبعا ما عندهم موضوع إعدامات وكده، لكن معنويا اللي هم هربوا منها بالسنين الطويلة محكمة الجنايات الدولية وبسبب تعذبنا إحنا كمواطنين، وليه إحنا نتعذب حاليا ونتعذب فيما بعد عشان
ثلة من الفاسدين اللي بعض الناس مننا ماخذين الموضوع انه مثلا مبادئ وانه ما عارف شنو كده ما نسلمهم. لا نسلمهم نسلمهم ونثبت للعالم انه احنا فعلا كدولة سودانية قاعدين نتغير في تصرفاتنا مع العالم، قاعدين نتغير في تحقيق العدالة، قاعدين ندخل فعلا في المنظومة العالمية، وما بنسمح فعلا بانه يعيشوا في وسطنا مجرمين مفسدين قتلة او نضيع حقوق ناس اخرين هم بيحتاجوا فعلا انه ننجز لهم العدالة لكي يطمئن قلبهم لما بعد الثورة. فدين لما نطمئن قلبهم، طيب انا في ناس كثيرين تداخلوا معي برضو برسائل وتداخلوا معي بنظرة واحد قال محمد قال ده يكون تخدير، ما في تخدير يا محمد، احنا كلنا الموضوع فعلا طال انتظاره وكلنا بتجي علينا لحظات بنصيب بجزء بسيط من الإحباط مقابل العدالة مع الناس زي. لكن أنا واحد من الناس متفائل دائما وكنت مؤمن دائما إنه في الآخر لا بد للحق أن ينتصر، ولا بد للثورة بتاعتنا المجيدة دي من إنها رغم المكائد ورغم المطبات المخطوطة ورغم كل شيء إنه لا بد إنه ثورتنا دي حاجة يوم وتؤتي أكلها، وإنه يجي يوم فعلا وننتصر ونعبر بكل النواحي، نعبر اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وقضائيا عدليا، يعني بكل النواحي انه فعلا حنعبر، ودي بداية العبور حاليا. الحكومة حاليا الشكلت حاليا دي فيها تنوع كبير، وانا اتمنى الحركات الموقعة على اتفاق جوبا انها تكون قدر المسؤولية وفعلا هي تكون وتضغط حاليا بانه ما تحصل اي مماطلة في تسليم الجماعة دي لمحكمة الجنايات الدولية. وطبعا هو غصبا عنهم وغصبا عننا، والكلام ده انا قاعد اقوله دائما والناس ممكن ما قاعد تلاحظ له، قاعد اقول لكم في بعض الحاجات غصبا عن الحكومه عسكر ومدنيين، وغصبا عننا احنا المواطنين السودانيين كيزان وما كيزان، وغصبا عن اي حاجه في امور بعد ده حتمشي علينا غصبا عننا، لانه احنا طيله ال 30 سنه الماضيه كنا من الابناء العاقين في العالم، كنا دوله فاشله، دوله فاسده، دوله يقتل أبناءها بعضهم بعضا، بل هجرت ودمرت وشردت أسر كثيرة وقرى، والناس زي عاشوا حياة سيئة جدا جدا، واللي بيكون فقد أسرته كلها. فلا بد من إنه يجي يوم العالم ده كان يقودنا من أضانا، وأنا الكلام ده قلته كثير، الناس بتأخذها من ناحية بتاعتنا السودانية الأنفة ديك، وقول لك كيف سيادتنا. لازم تعرفوا انه في ظل النظام العالمي الجديد، ودي انا كل مره بوعدكم وانا متاسف انه في لايفات حتكون تباعا تتكلم بس عن الموضوع ده، انه نحن في النظام العالمي الجديد مفهوم السياده الكامله بتاعت الدوله انتهى، السياده الكامله انتهت. عشان كده العالم بوجود الامم المتحده ايا كان قناعه الناس بها ولا ما قناعته، بوجود المجلس الامن الدولي، وبوجود محكمه الجنايات الدوليه، وبوجود كثير جدا من المنظمات، انت اصبحت في بعض الاشياء اللي بتخص السياده في بلدك ما في يدك، يعني ما في يدك انت تمشي اقليم كامل تدمره بالصوره، دمرتها بها دارفور، والصوره دمرت بها جبال النوبه، والصوره دمرت بها النيل الازرق، وزي سكان كجبار ضربتهم رصاص واقتنستهم زي اللي انت ماشي رحله بتاع الصيد، والشهداء اللي ماتوا في كل الحراك اللي حصل في السودان، انك انت العالم يكون بيتفرج عليك ويمشيها عليك. واسي اقول لكم حاجه، اسي الناس اشاركوا في مجزره فضل الاعتصام ايا كانت رتبهم وايا كانت مواقعهم، يبلوا راسهم ويستنوا التزيين جايهم. وجانرت طبعا احنا زمان معاي بعض الشباب خاطبنا كان